مسائل ثلاث محل الابتلاء. المسألة الأولى: الإنسان يودع مقدارا من المال عند جهة معينة، هذا الإيداع يرشحه لأن يدخل في سحب ويربح جائزة، هل هذا العمل قمار؟ الجواب على ذلك: إذا يعاد إليه المال في كلتا الحالتين، يعني في حالة الربح وفي حالة الخسران، ربح أو ما ربح، المال يعاد إليه، إذا كان كذلك فهذا لا يعتبر قمارا وهو عمل محلل. المسألة الثانية: الإنسان يشتري بطاقة، هذه البطاقة تؤهله للدخول في مكان معين، مكان من الأماكن يتمكن أن يدخل بهذه البطاقة، ويمكن أن يربح في هذه البطاقة جائزة، هل هذا يعتبر قمارا أو محرما؟ الجواب: كلا. إذا ما كانت نيته الحقيقية أن يدخل في ذلك المكان، يعني يشتري 100 بطاقة مثلا للدخول في ذلك المكان وما يريد الدخول في ذلك المكان، وإنما هدفه الواقعي الجائزة، هل هذا محلل؟ الجواب: نعم. لا يهم أن يدخل أو لا يدخل، المهم أن يكون اللقاء هذا الثمن مقابل، المقابل إمكانية الدخول في ذلك المكان المعين الذي لدخوله مالية. فحتى إذا يشتري 100 بطاقة ولا يدخل ذلك المكان وهدفه الجائزة، لا إشكال في ذلك. المسألة الثالثة: الشركات، المحلات التجارية التي يشتري الإنسان منها شيئا ويعطونه شيء، ورقة، ربما يربح في تلك الورقة، هذا في إشكال؟ أيضا لا إشكال فيه، لأنه يوجد لهذا المال مقابل، فلا إشكال في ذلك.